وظيفة القانون هو تحديد مجال الحريات وطرق ممارستها، هذه الوظيفة الطبيعية للقانون. نحن تعدينا بمرحلة عرفنا أن القانون هذا يتجاوز الوظيفة هذه ليصبح عائق في طريق الحريات ممارستها، ومعناها وسيلة لمنحها ولحصارها. القضية بتاع الحرية في تونس لابد أن تكون من القضايا المركزية في المجلس التأسيسي، ولابد أن يتضمن بالنسبة لي أنا الدستور شرط أن القانون لا يجب، معناها الدستور يشرط أن القانون لا يجب أن يمس من مجال أو مدار الحريات اللي نص عليها الدستور.